لواء الأول مدرعات كتيبة الشهيد الشيخ لواء الأول مدرعات كتيبة الشهيد الشيخ عصام صالح دفاع جوي، سوف تقوم برمي صاروخ حراري نوع إيجلا على هذه الطائرة في سماء نبل. نحن الآن في قرية مايا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عشر ستة 2013 الله أكبر. التفت لعجهتنا. الله أكبر. لواء الأول مدرعات كتيبة الشهيد الشيخ عصام صالح دفاع جوي. الله أكبر. لواء الأول مدرعات كتيبة الشهيد الشيخ عصام صالح دفاع جوي، سوف تقوم بإطلاق صاروخ حراري على حوامة. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.